الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجًا، وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا. والصلاة والسلام على من أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي، صاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعلم كل واحد فينا أنه إن لم يكن فيه خير لأوائل هذه الأمة فسوءه لأواخر هذه الأمة أكبر، وأن أي واحد يشك أو في قلبه دخل أو خلل أو زيغ أو مرض أو هوان من عظيم من عظماء الإسلام أو ممن حمله الحمل الإسلام على ظهره، فإنه لا بد مخزي في هذه الدنيا قبل أن يعود إلى الله، وقبل أن يرد إلى الله، وقبل أن يحاسبه الله. أيها الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تأمل إلى قوله تعالى في آيات وآيات، ذاكراً محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، وذاكراً أصحابه، وذاكراً القدوات، وذاكراً الصالحين من سلف هذه الأمة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها الكرام، ما من نبي أرسله الله إلا وأرسل له أصحاباً يؤازرونه ويناصرونه ويعزرونه ويقفون معه، والحكمة تقتضي والعقل يقتضي أن يكون أنصار الأنبياء وأصحاب الأنبياء هم خلاصة البشر. ما بيجي إنسان تافه ليقف مع نبي من الأنبياء وينصره. وبالمعنى وبالأصل والأجدر، من يؤمن بالقرآن، من يؤمن بكتاب الله، ينظر إلى مدح الله سبحانه وتعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار، وتأمل إلى تأييدات عمر، وتأمل إلى عثمان، وتأمل إلى علي، وتأمل إلى مجموع الصحابة، منهم ترجمان القرآن، ومنهم حبر الأمة، ومنهم الأقضى، ومنهم الأقدر، ومنهم الأغنى، ومنهم الأكرم، ومنهم سيد الشهداء، ومنهم سيد العلماء. فأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالنجوم، بأي واحد اقتدى الواحد منا اهتدى. وبالمقابل، فإن بغض أي واحد فينا لأي واحد ممن آمن مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهو دلالة أولية وإشارة مبدئية على سوء خاتمة هذا الإنسان. من الغريب العجيب أن ترى إنسانا في مناطقنا يسب عليا أو يسب حسنا أو حسينا، من السفاهة ومن ضعف الإيمان ومن قلة اليقين أن يبادل المسلم السباب سباباً، وأن لا ينظر إلى الرموز، وأن لا ينظر إلى العقلاء، وأن لا ينظر إلى الصلحاء وإلى المصلحين في كل زمان وفي كل مكان. أقف اليوم لأحدثكم عن رجل واحد
من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم نذكره جميعاً بخير، وإذا لم ندعو له جميعاً بخير، وإذا لم يدعو له كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بخير، وإذا لم ندعو له فرادى وجماعات، والله نكون خونة للقرآن، ونكون مضيعين للأمانة التي حفظها الله سبحانه وتعالى بأيدي عثمان ابن عفان رضوان الله تعالى عليه، جامع القرآن، وكفى بها مفخرة، وكفى بها عزة. قرآن كتاب خاتم حتى قيام الساعة، لو بعد مدة مليون سنة القيامة لا تقوم يا سيد حسين، لن نقرأ إلا الكتاب الذي جمعه عثمان، يلي عجبه يعجبه، واللي ما عجبه 60 عمره يفتش على قرآن تاني. الذي لا يقرأ القرآن كما جمعه عثمان فهو لم يعرف الله ولم يعرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قيمة رجل واحد أحدثك عنه اليوم، هذه ميزة رجل واحد، لن أكلمك عن غيره. عثمان ابن عفان أنزل الله عز وجل فيه القرآن: أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. عثمان بن عفان سيد من شباب مكة، الكل يحبه قبل الإسلام. عم بحكي على العجيب الغريب، أهل الجاهلية والكفر والطغيان أجمعوا على محبة عثمان، ولكن حين تقدمت الأزمنة وحين أنفق ماله ونصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجمع قرآنه، ترى ثلة من الناس تبغض عثمان. أليس هذا بنبأ عظيم؟ الناس تحب عثمان في مكة، والجميع يجمع على حسن خلق هذا الرجل. دخل يوما على بيت خالة له وهو ضيق الصدر، حزينا متألما كئيبا، مثل ما الواحد فينا مضيق صدر بيده، يمكن مشكلة مالية، يمكن مشكلة بالبيت، يمكن مشكلة بالعمل، أي مشكلة. للأسف كثير من الشباب، مع احترام اللي قاعدين واللي عم يسمعوا الصوت الآن، لما يصاب بضائقة أو بهم يا بينزل على الروشة، يا بيكب حاله على الروشة، يا بيشتري حبوب بحب حب، يا أما بصاحب على مرته حتى ينسى ويقضي وقته وينسي نفسه الهموم بالمعاصي وبالحرام. أما عثمان حين ضاق صدره قالت له خالته: أما سمعت يا عثمان يا ابن أختاه، أما سمعت بما جاء به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما جاء به؟ قالت: لقد جاء بكلام جديد، وقد جاء بتوحيد لرب واحد، وقد جاء بدعوة تدعو إلى الخير وتدعو إلى الحب. قال لها: الصادق الأمين؟ قالت له: أجل. فخرج عثمان فإذا بالقدر يخط كتابته بأن يجد خارج البيت أعظم إنسان بعد الأنبياء، اسمحوا لنا فيها جميعا، أبو بكر الصديق. فكان إسلام عثمان وكان إيمان عثمان وإنفاق عثمان وحج عثمان وبكاء عثمان وتلاوة عثمان كلها في صحيفة أبو بكر الصديق، بكرة نشوفه يوم القيامة. فأخذه إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ونطق تلك الكلمات الرائعة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانطلق الخير وانطلقت البركة وانطلق النور. عثمان من كبار التجار، عثمان حيي طائع لطيف محب، يحب الناس ويحبه الناس. بدأت المحن، فأمر أبو لهب أبناءه أن يطلق ابنيه أن يطلقا بنتا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. رقية عادت منكسرة إلى بيت أبيها مطلقة، فعلم عثمان بذلك فجاء إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن أتزوج رقية ابنتك. فما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم عن عقد ذلك القران وعن إتمام ذلك الجمال وعن عقد هذه الأسرة الطيبة الجميلة التي أصبح أهل مكة يقولون فيها أشعارا. إذا بتطلع بالأشعار كانوا يقولوا: وأجمل زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، أغدق عليها الخير والكرم والجود والهناء
لحبه لأبيها صلى الله عليه وآله وسلم. هل ترى أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم قد غشه ربه حين أمره أن يزوج عثمان برقية؟ ثم ماتت رقية بعد ذلك، فتزوج عثمان بأم كلثوم الابن الثالث للحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا ميزة لم يحزها أي إنسان إلى قيام الساعة، ما في بشر في هذه الدنيا تزوج بابنتين لنبي واحد إلا عثمان. يعني عثمان خرج ولا ما خرج؟ يعني عثمان يحب ولا لا يحب؟ إذا تكلم إنسان بسوء على عثمان فإنما يطعن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يطعن بالقرآن، لأن القرآن والوحي والله سبحانه وتعالى يسدد محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الخير، صح ولا لا؟ أما إذا الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بنات لإنسان غشاش كذاب محتال منافق سيغير ويبدل، فهيدا مصيبة عم يشك بالله ساعتها والعياذ بالله. وينطلق ما تنطلق مسيرة الخير ومسيرة الإنفاق. حين نتكلم عن عثمان نتكلم عن إنسان اشترى الجنة بماله. من عايزني ادعي له ولا عايزك تدعي له، ولا عايزني حبه ولا عايزك تحبه أصلا. حين وقف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر والجيش العسرة تبوك، ما في مصاري، ما في طعام، ما في خيول، ما في سلاح، وقف عليه الصلاة والسلام قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ خيل احنا بالدنيا ما قادرين نعطيك شيء، بس اللي بيجهز هذا الجيش له الجنة. ما هذا الإيمان؟ ما هذا العمق؟ ما هذه التقوى؟ الآن تأتي إلى التجار وتأتي إلى أصحاب الأموال بتقول له: يا أخي أنفق مالك، أخرج زكاة مالك، ببطل فيه فقير ببيروت، أخرج زكاة مالك ببطل فيه محتاج لاجئ عم نشحت له من الكفار ومن الشرق ومن الغرب. قال لك: لفكر وما بعرف شو بيطلع لي، هذا بينفق ماله حتى نرشحه على البلدية، وهذا بينفق ماله ليطلع بالكتلة الفلانية، وهذا بينفق ماله حتى نزلف له بالانتخابات. أما عثمان ما كان عنده شيء ملموس، قال له: من ينفق، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. مسألة غيبية يا سيدة غيبية. فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن منبره وهو يضرب يديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من اليوم بطالع عثمان ذنوبه مغفورة، نصر الإسلام، أعز الإسلام، رفع راية الإسلام بماله. من يجهز جيش العسرة وله الجنة. وتدور الأيام ثم يأتي دور بئر روما، ويقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فيقوم عثمان ويشتريها. كان من عاداته رضوان الله عليه في كل يوم جمعة مثل اليوم يشتري عبدا ويعتقه، يعني كأنه عم يطلع إنسان من السجن من العبودية من الرق ويعتق له: روح أنت حر، بلش حياتك، ابدأ حياتك من جديد، وابدأ حرا وانطلق حرا ببركات عثمان رضوان الله تعالى عليه. وتأمل إلى خلافته. للأسف ما بنعرف عن خلافته إلا أنه عثمان قعد 12 سنة وشوية وبلشت الخلافات ودبت الخلافات وقتلوا للزلمة ورع على الجنة. أما إذا رأيت إلى الفتوحات، وإذا نظرت إلى الفتوحات في زمن مولانا ذي النورين رضوان الله تعالى عليه، فانظر إلى فتوحات شمال أفريقيا وشرق آسيا وطاجكستان وأرمينيا وغيرها من الدول، كلها فتحت بإشارة من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه. وانظر إلى التاريخ يسطر تلك الحروف من ذهب حين كان قائد كثير من المعارك وكثير من الفتوحات، سيدنا ومولانا وزعيمنا وقائدنا سبط محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا أبي عبد الله الحسين، حين يمسك أبو عبد الله الحسين سيفه تحت راية عثمان لفتح البلاد ولإدخال العباد إلى دين رب العباد سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الدين، وانظر إلى عظمة هذا الدين، وانظر إلى فخارة هذا الدين، ثم انظر إلى تفاهتنا، ما حدا يزعل، ثم انظر إلى تفاهتنا وإلى ضعف زماننا وإلى صغر عقول الكثير منا. ما عم نحكي عن حالنا. انظر أيوافى رجال مثل هؤلاء بأن يسبوا من فئة وبأن لا يعرفوا من فئة أخرى. إذا تكلم على أحد من الصحابة بتلاقي الناس فارت،
وبدها تطلع وتكسر وتحرق وتسب وكذا، وهن ما بيصلوا. نسوان ما تزعلوا مني، نساء بدون حجاب الصلوات الخمس يعطيك العافية، خي على النار منفوت على النار معلش، بس بدنا ننصر عمر بن الخطاب. لك أي عمر بدك تنصر؟ أي عمر بدك أي أبو بكر بدك تنصر؟ أي عثمان؟ هل يعتبر الواحد منا أنه إذا كتب على إخراج قيده مسلم سني يعني هو من أهل الجنة واقف وراء أبو بكر تمام مثلا؟ حاجة تضحك على بعض. هذا الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله يحتاج إلى نفي وإثبات، يحتاج إلى ولاء ويحتاج إلى براء، يحتاج إلى غض بصر، يحتاج إلى بر والدين، يحتاج إلى بعد عن الحرام، يحتاج إلى مؤاخاة في الله، يحتاج إلى عمارة المساجد، يحتاج إلى نصرة المظلومين، يحتاج إلى كف يد الظالم. وتمر الأيام مسرعة وتبدأ الفتنة، ويدخل إلى المدينة أناس ليسوا من أهل المدينة ولا يعرفون عثمان أصلا، فيحاصرون بيته نيفا وثلاثين يوما تقريبا أربعين يوم. فيأتي إليه الصحابة، من بقي من الصحابة في ذلك الزمن، ويطلبون منه أن يسمح لهم بالدفاع عنه، فأبى رضوان الله تعالى عليه، حتى جاء أمير المؤمنين وحجة الله على العالمين عليه رضوان الله تعالى عليه، ومعه السيفان العظيمان الشابان المحبوبان أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين، وهما في ريعان الشباب. فقال له علي: هذان ابناي يذودان عنك يا عثمان. أصلا عثمان جوز خالتين، من جوز خالي وحدي، جوز خالتين عثمان. وانظر كيف تزوج الحسين بعد ذلك من ابنة عثمان رضوان الله تعالى عليه بعد فترة من الزمن. فأبى عثمان أن يراق في سبيله نقطة دم. وتسير الأيام والحصار على بيته مطبق رضوان الله تعالى عليه، فيرى رؤيا كما يقول أهل السير، قال: كأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جالس يأكل ومعه أبو بكر وعمر، فجاء عثمان يريد أن يأكل، فقالوا له: لا لا تأكل الآن، ولكن صم غدا وستفطر عندنا. فيصبح عثمان رضوان الله تعالى عليه صائما، ويمر النهار عليه، وهو الذي طالما قام بالقرآن تروي الروايات أنه كان يختم القرآن في ركعتين. يلي مستكتر على حال أبو المينامي رب هو الله أحد والمعوذتين، اللي مستكتر كل جمعة يختم القرآن مرة أو يقرأ جزء، اللي مستكتر أبو المينام يتطلع بالقرآن يقرأ صفحة صفحة واحدة أبو المينام. عثمان بركعتين كان يختم القرآن، حتى دخل عليه مجموعة ضالة فأراد واحد طعنه فدفعته تلك المرأة العجوز زوجة سيدنا عثمان، فلطمها ضربها على وجهها. فدعا عليه عثمان قال له: قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار. وانظر إلى دعاء الأولياء، وانظر إلى دعاء الصادقين. تمر الأيام على هذا الرجل الذي دعا عثمان عليه رضي الله عنه، تمر عليه الأيام، فيرى في ناحية من نواحي العراق مقطع اليدين والرجلين، ويصرخ ويقول: ويلي من النار، ويلي من النار، أدركتني دعوة عثمان. كل إنسان مظلوم يا أخوان ما يدعي بالليل، يرفع إلى بالليل ويدعي على الظالم، الله سبحانه وتعالى يعلم، والله سبحانه وتعالى يسمع، والله سبحانه وتعالى يرى. ثم شاء قدر الله سبحانه وتعالى أن يستشهد ذو النورين، ونحن نفخر كما نفخر باستشهاد عثمان، وكما نفخر باستشهاد عمر، وكما نفخر باستشهاد حمزة، وكما نفخر باستشهاد الحسين، وكما نفخر باستشهاد علي. نحن شعب استشهادي، نحن شعب يعشق الشهادة، ونحن شعب يحب الشهداء، ونحن كل واحد فينا مشعور شهيدا في يوم من الأيام إن شاء الله. نحن لا نشق الجيوب على شهيد، ونحن لا نمزق ثيابنا على شهيد، ونحن لا نمزق شعورنا على شهيد. إن هذه الشهادة مرتبة لا ينالها إلا الرجال، لا يعرفها إلا الأبطال. حين يسقط الشهيد منا على الأرض لا يسقط فقط على الأرض، إنما روحه ترقى مباشرة إلى السماء.
فذلك جعفر الطيار رضي الله عنه يستشهد في مؤتة فيراه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يطير في الجنة، كذلك حمزة، وكذلك الحسين، وكذلك علي، وكذلك عمر، وكذلك عثمان. نحن شعب يحب الشهادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جميعا حسن الدعاء وحسن الثناء لمولانا عثمان على ما أداه لهذه الأمة. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه.